مجلس كنائس الشرق الأوسط مستمر بفعالياته الغنية، وبالفترة القريبة المقبلة راح يكون في لقاء إعلامي مسكوني. إيش هو هذا اللقاء وإيش هن أبرز محاوره؟ اليوم راح نتعرف عليها مع الدكتور ميشال عبس، الأمين العام لمجلس كنائس الشرق الأوسط. أهلا وسهلا فيك دكتور. أهلا فيك، شكرا، يعطيكم العافية. أهلا وسهلا فيك، الله يعافيك، وسعيدين بوجودك معنا اليوم أكيد عبر فضائيتنا. وأنا أيضا هذا بيتي. أكيد أكيد دكتور، أهلا وسهلا فيك مرة تانية. بالبداية خلينا نحكي دكتور أنه نحن هلأ بالسنة 50 لمجلس كنائس الشرق الأوسط، إيش هي أبرز النشاطات يلي قام فيها المجلس؟ أهلا وسهلا. طبعا هي السنة 50 لتأسيس المجلس، وبالتالي رأينا أنه لازم نعمل وقفة صغيرة نتأمل بالسنوات اللي مرقوا ونقيم وضعنا. من هيك اللجنة التنفيذية وفريق العمل ارتأوا أن تكون سنة 50 سنة تأمل وتفكير، وليست سنة احتفالات وبهرجة. هذه منا من طبيعتنا. افتتحنا سنة 50 بالحدث الموسيقي المسكوني في بيروت في 20 يناير، يعني 20 كان تاني، وكان هناك حضور أكثر من حوالي 9000، مش أكثر، لا حوالي 9000 شخص مع فرقة موسيقية ومنشدين ومرنمين، 350 شخص. هذا العمل كان بالتنسيق او بجوينت، يعني مشترك مع مطرانية انطليس الماروني اللي هن بلشوا بالمشروع اساسا، ونحن رجعنا احتضننا المشروع واستمرينا به معهم حتى قدمناه، وكان له صدى كبير جدا. الامور الاخرى التي تحصل هي مجموعه من الانشطه الفكريه والثقافيه. دعونا مجالس كنائس في العالم كي ياتوا الى لبنان بسبب كون أنها سنة 50 لإنشاء مجلس كنائس الشرق الأوسط. ما قدروا يجوا من الكنائس في العالم. اللي إجا هو الأمين العام لمجلس كنائس العالمي، وقام بعدة زيارات ولقاءات مع القيادات الدينية، وقام بزيارة إلى صاحب القداسة سيد مار فرام، منها كمان ندوة في بطركية في كاثوليكوسية الأرمن في أنطلياس عن العمل المسكوني، كانت ندوة ناجحة جدا. وإلى إضافة إلى ذلك قدمت محاضرتين من أجل إبقاء الذاكرة حية، هيك كان عنوان المحاضرتين، الأولى حول المجازر الأرمنية والثانية حول سيفو مجازر السوريين. هذا مجال أنا تخصصت فيه من عشرات السنوات وعندي كثير معطيات عنه، وأكرر دائما مع بعض التجديد من أجل إبقاء الذاكرة حية. المحاضرات ما رح تزيد شيء ولا رح ترجع اللي راحوا، ما ترجع حتى تعويض على اللي راح، إنما يجب أن تبقى الذاكرة حية للذين قاموا بهذا العمل كي لا يقوموا به، وللغير كي لا يقوم بعمل من هذا النوع، وللذين كانوا ضحايا هذا العمل لكي يكونوا واعين للمستقبل كيف يتصرفون في حالات من هذا النوع. هي عبرة للتاريخ. بعد في محاضرات عن المجازر سوف تأتي، مجازر الأناضول ومجازر جبل لبنان، المجاعة الكبرى. في ندوة سوف تعقد الشهر القادم في مصر في أيلول سبتمبر حول مجلس كنائس الشرق الأوسط، وهناك ندوة سوف تعقد في نهاية السنة في لبنان حول الوجود المسيحي ومستقبل مسيحي ومجلس كنائس الشرق الأوسط. وفي نفس الوقت نحضر لريسيتال في نهاية العام، ريسيتال إسلامي مسيحي نوع من بصدد الانفتاح نحو الآخرين، اعتبار مجلس كنائس هو من أكثر المؤسسات المسيحية انفتاحا على غير المسيحيين، ونحن في حوار وتفاعل دائم مع غير المسيحيين في هذه المنطقة في كل الدول المنطقة. طبعا الأنشطة العادية للمجلس مستمرة، كل الأنشطة مستمرة وكل العمل يجري بشكل طبيعي، وما نقوم به بالنسبة إلى السنة 50 هو عمل إضافي يزيد العبء على فريق العمل، إنما فريق العمل قادر على القيام بذلك. طبعا نتوقع أن نقيم ندوة في قبرص حول دور قبرص في الحركة المسكونية، وندوة في الشام في الجمهورية العربية السورية، حول قد تكون الأرجح حول اهتداء الرسول، إنما بعد برسم الدرس. بس
في احتمال اني اروح ازور دمشق وحلب كبير جدا، وان القي محاضره هناك عن سيفو ايضا بالتنسيق مع مطران حلب، الذي نوجه لهم تحيه، جميع الكاتب وجه لهم التحيات والمحبه طبعا. وهذا هو عم نطلع طبعا، طلعنا كتيب، حضرنا كتيب تعريف المجلس، كتيب يعني مستحدث محدث للتعريف المجلس. وهناك البوم سمينه البوم السنه الـ50، يضم كل تاريخ المجلس، كل تاريخ المجلس، الجمعيات العامه والرؤساء والامناء العامين والاشخاص اللي اشتغلوا فيه والانشطه والمشاريع وغيره. هيدي بالاجمال. ما في حدث واحد لسنه الـ50، ما عملنا حدث واحد، عملنا موزع لانه في عده دول بده يوزعوا عليهم، وعده كنائس وعده انشطه. صحيح، تفضل. جميل جميل جدا دكتور. طيب خلينا نحكي أكثر عن مشروع الكرامة الإنسانية لو نتعرف عليه. مشروع الكرامة الإنسانية بدأ من شي سنة ونص سنتين، كتبنا دراسة ورأينا أنه هالشعب هذا عنده كثير من الكرامة، وهذه الكرامة تمتهن بشكل دائم، بكل لحظة تمتهن كرامته هالشعب. وقد يكون هناك خطر أن يتعود البعض منهم أن يكون بلا كرامة. من هيك أطلقت أنا هذا مشروع الكرامة الإنسانية، مجموعة من الدراسات حول الكرامة الإنسانية، ومجموعة دراسات ما بلشنا فيها بعد، ما عملناها. بدأنا بالندوات، صرنا عاملين 28 ندوة حول الكرامة الإنسانية بكل المجالات، مع الشبيبة ومع المرأة وبالسجون ومع المعاقين ومع العجزة وبالمدارس والتسرب المدرسي، كله عم نربطه بالكرامة الإنسانية والبطالة وهجرة الشباب وغيره. هذا المشروع بده يوصل بالمستقبل إلى دراسة ميدانية حول مفهوم الكرامة الإنسانية، وإلى خلق مؤشر للكرامة الإنسانية، كيف في مؤشر للتنمية، مؤشر للصحة، مؤشر للتضخم، مؤشر لأي أمر في هذه الدنيا. سوف نسعى إلى إنشاء مؤشر الكرامة الإنسانية، نقوم يجري سوف يجري تطبيقه في مختلف الدول، لكي ترى الدول العربية طبعا، كي ترى ما وضع الكرامة الإنسانية في هذا المجتمع، لأن الكرامة ترافق الإنسان بكل حياته، إذا ما عنده كرامة ما عنده حياة. 100%. بقى هذا الموضوع حاليا بالكرامة الإنسانية. صحيح، جميل جدا دكتور. مثل ما ذكرنا ببداية لقائنا أنه رح يكون في لقاء إعلامي مسكوني، رح يكون تقريبا ب 20 آب الجاري بمكتب المجلس في نعم بيروت. إيش هي أهمية هذا اللقاء دكتور؟ نعم الحقيقة الأحداث والحقائق التي لا تنشر ولا تعرف من الجميع تصبح وكأن لا قيمة لها. صحيح، شوفي قيمة تعرفي أنه هالدواء يشفي هالمرض، اعتبار الدواء موجود، إذا ما عممتي هالدواء على خبرت الناس أنه هالدواء بيشفي هالمرض. نحن نرى أنه من الضرورة أن نفعل بشكل أكثر مما هو مفعل، وهذا شيء كثير منيح حاليا، وأنتم جزء من المسار هيدا. الرسالة الخلاصية للعالم، الرسالة الخلاصية بالمعنى ما ورائي، بالمعنى الإلهي، في خلاص موجود، وبالمعنى الاجتماعي حسن التصرف مع بعضهم البعض. هون بهالسياق هيدا أنا بهمني كثير مسألة القيم، أنا باحث اجتماعي واقتصادي. قصة القيم في العلاقات بين الناس أساسية بثقافتي وأساسية بعملنا في المجلس. وبالتالي في من الضرورة أن نكون بحالة زخم إعلامي عالي لنشر الرسالة الخلاصية في بعدها الإلهي وفي بعدها الاجتماعي والإنساني، أي القيمي والسلوكي. هون وجدنا أنه كل ما كانت مؤسسات مجتمعة مع بعضها البعض وتعمل سوية، المؤسسات الإعلامية الكنسية، كل ما كان في نتيجة أفضل. نحن عندنا تجربة بهالسياق هيدا في رابطة الكليات والمعاهد اللاهوتية بشكل أوسط اللي اسمها الأتيمة، واللي أعطت نتيجة ممتازة تضم كل كليات اللاهوت الكنائس الأعضاء وتعمل معا. بنفس السياق بدنا نعمل العمل الإعلامي، راح يكون في 20 وسيلة إعلامية ونحن 21 الكنائس، وسوف تكون هناك كرة ثلج تتحرز وتضم هيئات إعلامية أكثر فأكثر. سوف نطرح عليهم التنسيق، تبادل المعلومات، العمل المشترك، التأكد والتحقق من المعلومات إذا صحيحة أو لا، إلى ما هنالك. فهذا رح يكون بداية باكورة
صار في محاولات من السابق لهالشيء، ويبدو صار اجتماعات بالماضي. ما بعرف شو صار نتيجتها وليش ما استمرت وليش ما عطت نتيجة لهلا، إنما نحن نصر على أن يكون هناك هيئة تنسيق إعلامية مسيحية تتحاور مع المجتمع ومع المسيحيين. برجع بشدد على المجتمع، نحن مجتمعات متعددة دينيا ونتواصل مع الغير المسيحي على مختلف أديانه، مثل ما نتواصل مع المسيحي، لأنه بالنتيجة المسيحية هي للبشرية جميعا مش للمسيحيين فقط. وأنا ملزم أوصل له، مش بشره، بشره بالخلاص. هو بقرر طبعا، أنا ما مني بصدد التبشير وضم مؤمنين، لا، أنا بصدد إيصال الكلمة الطيبة للناس. مثل ما في محطات إسلامية ومحطات ما بعرف يمكن برهمية، محطات بوذية، كله بيوصلوا كلمتهم الطيبة للناس، بدنا نوصل الكلمة الطيبة للناس. وكل ما كنا متآزرين كل ما وصلنا الكلمة الطيبة بشكل أفضل للجميع. هذا الاجتماع هو بكورة، وحضرتكم راح تكونوا فيه، عندكم مندوب على شفت على أسماء الحضور، صحيح. وعلى شيء نبني مقتضاه ونرى أين سنتوجه بعد ذلك، من أجل أن نقوم بالعمل الإعلامي المناسب الذي يليق بالقرن العشرين، بالمسيحية في القرن العشرين، وبحاجات وتطلعات وقلق إنسان القرن العشرين. إنسان القرن العشرين مجتمع ما بعد الحداثة قلق، ويحتاج إلى التطمين، ويحتاج أن أوصل له الكلمة الطيبة. عبر هالأمر هيدا بكون جيد. مش بس هيك، بدنا كمان نحاول بالمستقبل أن تكون وسيلة تواصلنا حديثة، يعني يتقبلها الجميع، مقبولة من الجميع، وهذا الشيء كمان جزء من عملنا للمستقبل. إن صحيح، شاء الله أكون جاوبت على سؤالك بالشكل المناسب. أكيد أكيد دكتور، ونتمنى أكيد يطلع هذا اللقاء بالنتائج اللي عم ترجوها أنتن حضرتكن بالمجلس من هذا اللقاء، وأكيد نتمنى يطلع لكم كل يطلع التوفيق. يطلع أكيد بيطلع تأكد. دكتور، إيش هي أهمية افتتاح مكتب للمجلس بالأردن وممكن يكون في كمان دول تانية؟ نعم، الأردن بالحقيقة ما افتتحنا المكتب، منه مكتب جديد، جددنا المكتب، يعني نقلنا المكتب من مكان إلى آخر في مرحلة من العمل في الأردن. نحن في الأردن منذ عشرات السنين، والأردن عزيز علينا، والناس اللي فيها عزيزين علينا بمختلف انتماءاتهم وخلفياتهم، والدولة عزيز علينا لأنها تتعامل معنا بشكل جميل جدا، والكنائس والهيئات غير المسيحية طبعا، وحضورنا بالأردن بالنسبة لنا أساسي. كان يقتصر على مشاريع تنموية، وكان في عم تتنفذ مشاريع جيدة ولا بأس بها. هلا اللي عملناه إنه عم نغير استراتيجيتنا بالأردن من أجل أن نذهب باتجاه تنموي أكثر، واتجاه ريفي، اتجاه بيئي، واتجاه اجتماعي قيمي أخلاقي، يعني من ضمن الكرامة الإنسانية وغيره. نتعاطف التربية، نتعاطف في العلاقات الإنسانية، بالعلاقات الأسرية وغيره. فهون ضروري، يعني ضروري يكون سيدتي مش بس بالأردن، بكل دولة من الدول العربية في مكتب. نحن في الشام، في بلاد الشام عندنا مكتب في دمشق، مكتب في درعا، ومكتب في حلب. وكان نحن بصدد إعادة افتتاح مكتب لنا في بغداد. افتتحنا مكتب الأردن بدعم من الكنيسة الأرثوذكسية الأورشليمية، مطرانية الأردن، سيدنا المطران كريستوفوروس، وسيدنا البطريرك ثيوفيلوس الثالث اللي بوجه لهم التحية كمان، هن داعمين، من أهم الداعمين لمجلس كنائس في الأردن وفلسطين. وفلسطين في مكاتب تابعة لدائرة خدمة اللاجئين الفلسطينيين. وحاليا عم نحضر لافتتاح مكتبنا في مصر، قد يكون الافتتاح مع الندوة اللي بدنا نعقدها في 15 أيلول سبتمبر في مصر. هذا رح يكون مكتب أيضا مشترك مع مؤسسة أخرى، مع مجلس كنائس مصر، ونتناقش سوية الأعمال ونقوم بأعمال مشتركة. وقبرص على الطريق طبعا كلها، بس نحن لأنه مجلس ما عندنا احتياطي عالي جدا، تمول خطوات مش مشاريعية، مشاريع بيجيبوا تمويلهم بحال، بس خطوات مثل هيدي خطوات خارج المشاريع منا قادرين. نحن الاحتياطي تبعنا محتجز في مصارف بيروت، وبالتالي ما قادرين نتصرف. وعم نرجع لسياسة اعتمدوها من زمان بالمجلس، في كل دولة الكنيسة الأقوى تستضيف وتحتضن المجلس وتساعده في الإقلاع. متى أقلعت المشاريع وصارت المشاريع بصير في تمويل يغطي كلفة الوجود في هذه البلاد، بس حضورنا كموئل
يجمع جميع الكنائس ضروري جدا. كنائس لحالها فيها تعمل كثير كثير اشياء، انما عندما تكون مجتمعة تكون مجتمعة في المجلس، والمجلس يقوم باشياء، باعمال، بتصرفات، باتصالات، بخطوات لا تستطيع كل كنيسة ان تقوم بها على حدة. ومن هالناحية هو عنده ثقة القيادات الدينية، وانا بحيي كل القيادات الكنسية، وطبعا عم بحيي كمان قيادات غير المسيحية لانه تعاملهم معنا كان جميل ورائع. بس عم بحيي قيادتنا الدينية، قيادات المجلس، رئاسات ورؤساء الحاليين ورؤساء الشرف اي الرؤساء السابقون، لانه اعطونا الدعم في هذا المسار، وهم يدعمون كل خطوة نقوم بها جدا جدا. وبالتالي نشكر الله عليهم، ونشكر الله على المحيط الجميل والشعب الطيب اللي عم يتقبل واللي عم ياخذ ويعطي ويتفاعل معنا من اجل وحدة هذا المجتمع. وعم نلاحظه بالعمل مع غير المسيحيين قديش كل الناس بهالبلاد تتوق الى وحدة مجتمعية، الى حياة مشتركة، الى حياة تتقدم الى الامام. يختلفوا فيها على اللي بدهم اياه بس مش على الدين، يختلفوا على دوام العمل، على نظام العمل، على البيئة، على العمل البلدي، يختلفوا قد ما بدهم بس ما يختلفوا على الدين والإيمان، لأنه هذا معطى إلهي لا خيار لنا فيه. هون طبعا بهمني أنه ركز على ضرورة بعد الحواري في عملنا. نحن مؤسسة تعمل على الحوار بشكل دائم وتقدم جدا في أمور الحوار. صحيح صحيح إن شاء الله دكتور، أكون كمان جاوبت على سؤالي. أكيد أكيد دكتور، يعطيك ألف عافية وشكرا تعلم كثير بحضر. لك. بختام حديثنا دكتور، هل في مشاريع خلينا نقول أو نشاطات مستقبلية ممكن تخبرنا عنها راح يقوم فيها المجلس؟ بالحقيقة النشاطات هي ذاتها المستمرة بشكل متجدد، بس في شيء أساسي بدي أذكره كمان باجتماع اللجنة التنفيذية في نهاية الشهر. المجلس يسعى يعني لأن يقوم بأمور كما يقول الأمريكان أوت أوف ذا بوكس، يعني مش تقليدية ماشي. مشاريع التنمية والإلغاء مشاريع اللاهوتية والحوار اللاهوتي وصلاة الوحدة وصلاة البيئة، وهلأ في مشروع بلشنا فيه بدائرة اللاهوت القيادة الشبابية ونحن مسؤولين عنه بكل لبنان مع كل المؤسسات الثانية. مشروع عم ننسقه مع هيئة كنائس الخليج حول العمال النازحين، كله موجود هيدا. بس بدنا نصير نحن كمؤسسة، وهم بدنا نتحول تدريجيا لمؤسسة فكرية ومعرفية، أن نكون جرس إنذار مبكر للمنطقة، للأهالي، للناس، عند أن نتعاطى مع الظواهر. وهذا جزء من عملي تاريخيا كباحث اجتماعي، أن ما هي الظواهر التي تشكل خطر على المجتمع لكي نكون جرس انذار مبكر لها. مشاريعنا طبعا رح يكون في دراسات بالمستقبل كثير، بس رح نستمر بالمشاريع الاعلاميه. هلا نحن التيلي نيميار نوسات عم يجهزون لاستوديو في راس بيروت حد مكتبنا في كليه اللاهوت للشرق الادنى اللي تبع الكنيسه الانجيليه، واللي مشكور الاسيس هيلوستيان سهلنا انه يعطونا المكان مع لجنه الكليه مع مجلس الكليه. عم نجهز استوديو للانتاج السمعي البصري تنطور عملنا في الاعلام، والعمل التنموي ماشي عادي شغال، والعمل التوعوي شغال. في الارجح رح يصير ما زبطت معنا لهلا لانه مكلفه القصه، انه يكون في برامج مستقله للمراه والشبيبه. عم تكون ضمن اللاهوت هلا المرأة والعائلة والشبيبة ضمن دائرة اللاهوت، إنما متوقع تصير برامج مستقلة للمستقبل، إضافة إلى ما يمكن القيام به مع اللاجئين والعمال النازحين وغيره. فتطلعاتنا كثير كثير كبيرة للمستقبل، والمجلس قادر أن يقوم بهذه الأمور، والكنائس تؤازره والحمد لله. بالحقيقة العمل معنا الكنائس بكرم شديد بكل ما نطلب منها، كان أماكن ولا أفراد ولا خدمات ولا اتصالات، وهذا يسهل عملنا. ونحن بنكون النيبلر، مؤهلين للغير، والكنائس هي مؤهلة لنا. بالنتيجة نحن ملك هذه الكنائس. نحن صحيح بنستعمل تعبير بالإنجليزي ownership، الملكية. هذا المجلس ملكيته للكنائس الأعضاء الـ21 المنتشرة في كافة مناطق الشرق الأوسط. صحيح دكتور، نتمنى لكم كل التوفيق بكل المشاريع والخطط يلي عم الله تعملوها يحفظك. واللي رح تعملوها أيضا بالمستقبل. شكرا كثير لك، أعطيتنا شكرا من وقتك اليوم. كلمة شكرا. أخيرة دكتور تحب تختم فيها حديثنا؟ ان شاء الله قريبا بزوركم بالقمشلي، انا أهلا واصل وسهلا. لحلب قريبا القمشلي، انا مدعو لهنيك لندوات ولامور
من هيئات مختلفة مدنية وفكرية وثقافية، بس عم بتفيدها. أنا ما بعرف شيء عن الوضع بالمنطقة. كلمة أهلا أخيرة، وسهلا. إنه التماسك واللحمة الاجتماعية ضرورية مشان خلاص المجتمع، وإذا غرق المركب لا ينفع أحد أن يختبئ في مقصورته. صحيح. ما تفكر ولا مجموعة، لا إثنية ولا عرقية ولا دينية ولا سياسية ولا اجتماعية ولا طبقية، أن تخلص بنفسها إذا المجتمع غرق. كل ما حطينا إيدنا بإيد بعضنا وساعدنا هذا المجتمع على الخروج من مأزقه. عم بحكي عن المجتمع الشامي، أنا بسميه الشامي، السوري، المجتمع العراقي، كل هاي مرقت بحروب، والحروب تترك أزمات. لبنان لليوم 35 سنة صار له خالص الحرب، بعده عم بيعاني من أزمات الحرب وتبعاتها. الحروب مخيفة، والله يرد عن المجتمعات اللي بعدها بحالة استقرار. آمين. فلسطين في أسوأ من وضعه، المجتمع العالمي يتفرج ولا يجرؤ أن يقول الحقيقة، ونحن نقارعه ونجادله ونتعرض للانتقادات كثيرا من الأحيان، ولكننا باقون على توجهاتنا. أهلا وسهلا بكم، شرفتوني. شكرا كثير لك دكتور، عطيتنا من وقتك وكنت معنا اليوم، على أمل نلتقي كمان أكيد بلقاءات ثانية. شكرا كثير. شكرا، أهلا وسهلا بكم.